للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر أهلا بك معنا. أيضا قتلى وعشرات الجرحى في حادث إطلاق النار كما كان في التفاصيل منذ صبيحة أو فجر هذا اليوم، هل من تفاصيل أخرى أوردتها الشرطة في ميريلاند وفي بالتيمور تحديدا؟ نعم رعد، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. هذا الحادث وقع في حوالي الساعة 12:30 أي صبيحة هذا اليوم. كان هناك تجمع من المواطنين للاحتفال بما سمي بروكلين داي أو يوم بروكلين. شهود عيان قالوا بأن الأمور كانت تسير بشكل طبيعي، حتى يعني قام الجاني بإطلاق نار عشوائي. هذا الإطلاق أودى بحياة 4 من المواطنين وأكثر من 25 من المواطنين أيضا الذين يعني أصيبوا إصابات بالغة. بطبيعة الحال هرعت قوات شرطة بالتيمور في هذا الوقت المبكر صباح هذا اليوم. بعد ذلك تم وضع سياج أمني حول هذه المنطقة والتي كان فيها الاحتفال رعد. دعني أقول لك بأنه منذ أيام قليلة أيضا كان هناك في فيرجينيا كان هناك إطلاق نار أودى بحياة 2، وأيضا منذ أسابيع قليلة كان هناك إطلاق نار في مدرسة ابتدائية أودى بحياة حوالي 19 طفلا. وأيضا هنا في ولاية نيويورك كان هناك في بافالو منذ أيضا أسابيع قليلة كان هناك حادث أليم أيضا أودى بحياة حوالي ما بين خمسة وستة من المواطنين. إذا يعني بما أن هذا الحادث رعد كان في وقت مبكر، أرجأت شرطة ولاية أو مدينة بالتيمور المؤتمر الصحفي الذي هو معمول به في مثل هذه الظروف أن يكون هناك مؤتمر صحفي لإطلاع الشعب الأمريكي وإطلاع وسائل الإعلام واستقبال حتى الأسئلة من الصحفيين للتعريف بهذه الجريمة ومن هو الجاني وملابسات هذه القضية. كل هذه الأمور سوف تكون في ساعات أو يعني ساعات قليلة من الآن، حيث أن الوقت ما زال مبكرا الآن الساعة حوالي يعني 6 صباحا. وأيضا سارعت وكالات الأنباء كما تفضلت رعد بي يعني نشر المعلومات المتاحة، وتحدثت بي بي سي عن أن الحوادث يعني التي تصيب المجتمع الأمريكي من جراء حمل السلاح بلغت فقط في 3 سنوات الماضية أكثر من 600 حالة إطلاق نار ما بين جماعي كما هو في هذه الحالة أو حتى بشكل فردي أن يتم إطلاق نار من شخص واحد على شخص بعينه. أيضا كانت بي بي سي قد أوردت اليوم بأنه منذ يناير وحتى شهر مارس الماضي كان هناك أكثر من 130 حادث مأساوي من مثل هذه الحوادث الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء رعد في مثل هذه الحوادث المأساوية. طيب ياسر، يعني إذا حتى الساعة كما قلت ربما أيضا حتى في مداخلة سابقة أن الشرطة يعني أرجعت الحديث عن تفاصيل الحادث حتى منتصف النهار في لديكم في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب لكن ألم يتم نشر أي شيء في مواقع التواصل الاجتماعي حول طبيعة الأسلحة المستخدمة في هذا الحادث، أعمار الذين قضوا نحبهم أو المصابين في هذا الحادث؟ يعني وسائل الإعلام أو حتى وسائل التواصل الاجتماعي وشهود العيان تحدثوا بأن الجاني كان يطلق بشكل عشوائي، وهذا الأمر يعني للمفارقات البائسة إذا صحت هذه الكلمة تتم ونسمع بها في وسائل الإعلام المختلفة رعد بشكل كبير، حتى أنه في الوهلة الأولى يعني ترجح بعض وسائل الإعلام أنه يكون عملا إرهابيا، ثم بعد ذلك يقول قائد الشرطة بأنه ليس هناك أي دلالة على أنه عمل إرهابي. الأعمار متفاوتة كما أيضا يتحدث الجميع وبعض وسائل
الإعلام تتحدث أيضا يعني الحادث عن يعني بأنه حدث في تمام الساعة 12:30 من صباح اليوم تقريبا، وهذه عطلة نهاية الأسبوع جعل يعني الكثيرين لا يعلمون الكثير عن يعني ماهية القتلى، ولكن بطبيعة الحال أيضا شهود عيان تحدثوا بأنهم من السيدات وأيضا من الرجال، حيث أنه ليس هناك أعمار حتى هذه اللحظة تتحدث عن وجود أطفال في مثل هذه الحادثة أو في هذه الحادثة تحديدا. بطبيعة الحال يعني ساعات قليلة من الآن والشرطة في ولاية بلطمور لابد بأن تقوم بهذا يعني المؤتمر الصحفي لإطلاع الجمهور حتى على ماهية هذا الشخص وما إذا كان هذا الشخص قد تعاملت معه الشرطة رعد، يعني لا يعلم حتى الآن إذا ما تعاملت معه الشرطة في مثل هذه الحالات. دعني أقول لك رعد، بشكل أساسي لابد أن تتعامل الشرطة بإطلاق النار على الذي الجاني الذي فعل مثل هذه الأمور. لم يعلم حتى الآن إذا تم احتجازه، إذا كان على قيد الحياة، أمور كثيرة يعني سوف يكشفها هذا المؤتمر الصحفي الذي حتى تنتظره وسائل الإعلام. يعني قمت بالبحث في هذه الدقائق المعدودة لأجد يعني معلومات أكثر، لم يتسنى لي إلا فقط ارتفاع يعني معدلات الإصابة، ما بدأت في بعض وسائل الإعلام إلى 20 مصاب ثم بعد ذلك ارتفعت لقرابة 27 مصابا. طيب ياسر، مدينة بالتيمور هذه المدينة التي شهدت هذا الإطلاق هذا النار في فجر هذا اليوم، هل تشهد أو شهدت في أوقات سابقة عمليات إطلاق نار مشابهة؟ يعني هل هذه الحادثة في هذه المدينة متوقعة أو يعني تمت في أكثر من مناسبة؟ نعم رعد، هناك حوادث في التاريخ الأمريكي ليس فقط في مدينة بلتيمور. مدينة بلتيمور هي مدينة أيضا تحمل يعني جنسيات أو لنقل أعراق مختلفة، الكثير منهم إن لم يكن الأغلبية قد يكونوا يحملون الجنسية الأمريكية، ولكن هناك الكثير ممن هم شرق أوسطيين أو حتى من ذوي البشرة الصمراء. هناك يعني دعني أقول لك بأن مسألة ربط هذه الحوادث بمدينة بلتيمور، كل يوم وليلة في كل مدينة وفي كل ولاية رعد هناك حادثة، ليس إطلاق النار مرتبطا على الإطلاق بمسألة مثلا تجمع منطقة من ذوي البشرة الصمراء، وإن كان يعني معدل الجريمة يزداد في مثل هذه المناطق كما هنا في ولاية نيويورك على سبيل المثال في منطقة برانكس، هذه المنطقة التي يسكنها غالبية من ذوي البشرة الصمراء. نعم هناك يعني حوادث أكثر من المنطقة التي أقف فيها الآن وهي وسط منهاتن على سبيل المثال، ولكن يعني مسألة التجول ومسألة يعني أن ينزح من هم، يعني لا أريد أن ألصق التهم بشكل جارف لمن هم من ذوي البشرة الصمراء، ولكن أريد أن أقول أن كل مدينة وكل ولاية نعم يعني بالفعل قد ذاقت مثل هذه نعم الحوادث يعني على بالتأكيد فيها سواء جماعية أو بشكل فردي. وننتظر منك إن شاء الله في مناسبة مقبلة آخر التفاصيل لحادث إطلاق النار في مدينة بالتيمور في ميريلاند الأمريكية. شكرا لك حتى الساعة ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك.